أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجكم بحر بلا ساحل. حلقة اليوم تدور حول العارف النظار مالك بن دينار. كان رضي الله تعالى عنه أحد تابعي البصرة وأحد كبار زهادها، تتلمذ على يد كثير من التابعين من بينهم الحسن البصري، كما تفقه على يد مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه الذي كان يشبهه هو وأصحابه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له: إني لأدعو لكم بالأسحار. أما سبب توبته فأنه كان مشغولا ذات ليلة مع أصحابه بالطرب والغناء، فلما ناموا استيقظ على صوت يقول: ما لك يا مالك لا تتوب؟ فلما سمع هذا الصوت ترك الغناء وذهب إلى الحسن البصري وتاب على يديه توبة نصوحا. أما موقفه من السلطة فكان مالك بن دينار يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الولاة. دخل ذات يوم على أمير البصرة فقال له: أيها الأمير، قرأت في بعض الكتب أن رب العزة عز وجل يقول: ما أحمق من سلطان، وما أجهل ممن عصاني، وما أعز ممن اعتز بي. أيها الراعي السوء، دفعت إليك غنما سمانا صحاحا، فأكلت اللحم ولبست الصوف وتركتها عظاما تتقعقع. فقال له الأمير: أتدري ما الذي يجعلك جريئا علينا ويجعلنا جبناء في الرد عليك؟ قال: لا. قال: قلة الطمع فينا وترك الإمساك لما في أيدينا. ومع ذلك كان بعض الولاة يلتمس من مالك بن دينار أن أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على ذل نفسه، وما أذل الله عبدا بذل هو أذل من أن يحجبه عن ذل نفسه. ولأن الظلم مدعاة للوباء والبلاء، كانت الغيوم تأتي وتذهب من دون أن تمطر، فكان مالك رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه: أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجارة، إن لم تمطر حجارة فنحن بخير. مع كل هذا الزهد والورع وجموع التابعين الذين كان يعاصرهم، كان يخشى أن تمطر السماء عليهم حجارة من سجيل كعصف مأكول، كذلك الذي نزل أو هبط من السماء على أصحاب الفيل. وعلى الرغم من شدة زهده ومجاهدته، كان مالك يستبطن التقصير في حق الله تعالى. يروى أن محمد بن واسع جاء إلى مالك بن دينار وقال له: يا أبا يحيى، إن كنت من أهل الجنة فطوبى لك. فقال مالك: ينبغي لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخزى، أي أن نشعر بالخزي. يقول ذلك رغم أنه كانت تمر عليه السنة كاملة لا يأكل فيها لحما إلا في يوم الأضحى. ولأن المسلم لا يأمن مكر الله تعالى، كان مالك بن دينار يقول: لو أن مناديا قال لباب المسجد: ليخرج أشركم رجلا، أي أشر رجل فيكم، لكنت أو لما سبقني أحد إلى باب المسجد. فلما سمع عبد الله بن المبارك قوله هذا قال: بمثل هذا صار مالك مالكا، أي صار مالك مالك أمره بسبب زهده وعنايته وشدة مجاهدته في سبيل الله تعالى. أهداه أحدهم هدية لما عاد من الحج، فأرسل إليه بعد أيام وقال له: يا حارس، تعال وخذ هديتك، فقد شغلت قلبي، عندما أذهب إلى المسجد وأدخل في الصلاة يوسوس إلي الشيطان ويقول لي إن الهدية قد سرقت. ولذلك كان بيته شبه فارغ، عندما شب حريق بالبصرة ذهب وأخذ بطرف كسائه وهو يقول: هلك أصحاب الأثقال. ختاما، كان مالك بن دينار يقول: من دخل بيتي فأخذ شيئا منه فهو حلال، أما أنا فلا أحتاج إلى قفل ولا إلى مفتاح. لذلك دخل أحد السراق يوما إلى داره فلم يجد شيئا يسرقه، فقال له مالك: ماذا عليك لو صليت ركعتين؟ فتوضأ وصلى، ثم أخذه معه إلى المسجد، فصار الناس يسألونه: من هذا؟ فقال: جاء ليسرق منا فسرقناه. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقة اليوم. نراكم على خير، ودمتم في عافية، وإلى